بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وبعد تكريم مدارس أبناء الشهداء، قيادة اتحاد شبيبة الثورة تكرم بنات الشهداء، حيث أقامت حفل غداء بمشاركة أكثر من 200 شاب من طالبات التعليم الأساسي والثانوي في مدينة الشباب بدمشق. حبينا نحن بهاليوم العالمي أنه نكرم الطلاب اللي عندهم عمل تطوعي ضمن المدارس، فدعيناهم حفل بسيط للتكريم بهالمناسبة، مناسبة اليوم العالمي للتطوع، طبعا مشان نعطيهم حافز لمتابعة العمل التطوعي. مثل ما بنعرف العمل التطوعي هو عمل نبيل، يكون فيه الطالب من نفسه، من تلقاء ذاته. خلال هذا الحفل راح يتم تكريم مجموعة من الشباب المتميزين بالعمل التطوعي من أبناء وبنات الشهداء. بصراحة اليوم نحن شو ما قدمنا لأبناء الشهداء بنكون مقصرين أمام تضحيات أبائهم اللي قدموا أرواحهم فداء لتراب سوريا. نحن بالمرحلة القادمة في مشروع عمل متكامل لأبناء وبنات الشهداء، هذا المشروع بيتضمن تدريب وتأهيل، بيتضمن حتى مشاريع، مشروعات صغيرة يكونوا هن شركاء فيها أبناء وبنات الشهداء، وبيتضمن جانب أيضا تعليمي وجانب ترفيهي، راح يكون في كل المجالات لحتى يكونوا أبناء الشهداء هن شركاء أيضا ببناء الوطن، شركاء بإعمار الوطن، شركاء مع رفاقهم باتحاد شبيبة الثورة. الحفل تخلله فقرات فنية وغنائية وتكريم عدد من المتميزين بالعمل التطوعي من بنات الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. هذا الشرف يعني لإلي أنا كثير كبير إنه أنا بنت شهيد، بفتخر بكل مكان بمشي فيه بيقولوا لي إنه أنت بنت شهيد، بقول لهم إيه أنا بنت شهيد بكل افتخار. يعني هذا اليوم كثير حلو بالنسبة إلي، يوم العمل العالمي للتطوع، وكمان بتشكر اتحاد شبيبة الثورة على هذه الفعالية الحلوة اللي عملوا لنا إياها، طبعا شكر كثير كبير إلهم، وبتشكر المدرسة اللي ربتني، طبعا أنا يعني بنت المدرسة اللي 15 سنة فيها وأكثر، هي المدرسة يعني هي بيتي الثاني وهي لها جزء كثير كبير بحياتي. نحن بنشتغل بمدرستنا مثل ما بنشتغل ببيتنا، المدرسة هي بيتنا الثاني، نحن بنحبها كثير للمدرسة، وبنشكر رئيس شبيبة اتحاد الثورة كثير على هذا اليوم. عم نحتفل بجو مثل نحن كلياتنا اخوات، وبنشكر كمان مدرستنا ولأنها بيتنا الثاني، ونحن كمان انه لأنه شو اجوا شافوا أعمالنا التطوعية بالمدرسة وحبوا تعاوننا مع بعض. لأن لديهم القدرة على العطاء دون مقابل. أكدوا بأنهم شركاء في عملية إعادة الإعمار كما كان آباؤهم الذين رسموا طريق النصر والحق بدمائهم الطاهرة.